بنتكلم على استئناف الجلسات النقاشية للحوار الوطني يوم الحد بإذن الله يوم 4/6، يعني مش الحد اللي هو بكرة ده، بكرة 28 مفيش، وفي عندنا الجلسة الخاصة جدا اللي هتتعمل على المحور أو يعني جوه التعليم في مسألة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. أما يوم الحد فيتم استئناف بقى بقية الموضوعات في المحور السياسي واللي هتتضمن تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات. معانا على التليفون سيادة النائب دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. اهلا سياده النائب، عامل ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله يا فندم، كله تمام الحمد يتم لله. الاستئناف على طول يوم الاحد 4 يونيو مش كده؟ ان شاء الله يوم الاحد. ابرز النقاط اللي هتبقى مطروحه في جلسه 4 يونيو هتبقى يا دكتور؟ والله في جزئين، في جزء طبعا خاص بالنسبه للمحور السياسي الخاص بمجلس النواب، عدد اعضاء مجلس النواب هيقعد لها جلسه، وفي جلستين هيبقوا موجودين للعمل الاهلي، يعني معوقات اللي بتعوق العمل الاهلي وحديث حول قانون 179 سنه 2019. عظيم. انا طبعا عارف ان العمل الاهلي طبعا هو النهارده يعني في غايه في الاهميه، ما اصبحش مساله يعني تكميليه ولكنها اصبحت مجال اساسي. فاحنا طبعا عندنا يعني حوالي 36,000 جمعيه ومؤسسه اهليه اللي وقعت اوضاعها حتى الان، معنيه بكثير من كل قضايا المجتمع. وفي طبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي السنوي اللي اعلن عنه في مارس 2022. فاحنا عندنا قانون 147 سنه 2019. طبعا احنا كان يعني بنحيي الرئيس عبد التحسين اللي هو كان صاحب الفضل في وقت العمل بقانون 70 سنه 2017 اللي هو كان عليه خلافات شديده وكان في اعاقه العمل الاهلي من خلاله. وطبعا القانون 147 برضه احنا لنا عديد على 147 شويه برضه تحفظات، يعني ممكن على سبيل المثال احنا بنتكلم على الاعفاءات والمزايا التي تقدم الى الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي هي بتساهم مساهمه حقيقيه في مسيره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله. احنا عندنا جمعيات اهليه تقدم خدمات صحيه بنسبه تصل اكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه. عندنا جمعيات اهليه بتساهم في المساهمه في التصدي للفقر. ايضا في جمعيات اهليه في مجال التعليم، في مجال تنميه المجتمع، في حمايه المستهلك، في رعايه المسجونين واثارهم، الغارمات، كل الكلام ده، البيئه، ذوي الاعاقه، احنا بنتكلم 18 مجال يعني. فجمعيات الاهليه للاسف الشديد في المزايا والاعفاءات قانون 49 بتعامل معامله استهلاك المنزلي، يعني بعد كده تتحول الى نظام تجاري، واحنا جمعيات اهليه كيانات غير هادفه للربح. بينما مثلا مراكز الشباب والانديه الرياضيه بياخد اعفاءات من الكهرباء والميه والغاز 75% تخفيض. طبعا يعني اعتقد الدور اللي بتقوم به الجمعيات لا يقل اهميه على الدور اللي بتقوم به مراكز الشباب والانديه الرياضيه. فضلا عن ذلك طبعا احنا عندنا بعض الامور زي صندوق دعم الجمعيات الاهليه. احنا قلنا صندوق مستقل ويكون له شخصيه اعتباريه ويبقى يعني يبقى يفيد الجمعيات الاهليه، ما ينفعش يعني تبقى امواله الاداره الماليه ومساله في هيفقد جزء كبير من الدور اللي بيقوم به. عندنا يعني ضرائب مثلا الجمعيات اللي هي بتفرض عليها ضريبه زي ضريبه القيمه المضافه وضريبه الدخل العام، وهذه الضرائب كلها طبعا المجتمع قال انا ما بكسبش، بتفرض عليها ضرائب كل ده ليه؟ يعني مصلحه مين؟ احنا يعني عايزين النهارده العمل الاهلي ينطلق ماشيا مع ماده 75 للدستور. الماده 75 للدستور بتقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهليه على اساس ديمقراطي، وان الجمعيات تحصل على الشخصيه الاعتباريه بمجرد الاختيار، وانها تمارس نشاطها بحريه ولا تدخل للجهات الاداريه في شؤونها، ولا يجوز حلها او حل مجلس الادارة الا بحكم قضائي. احنا عايزين دفاع عن الجمعيات الاهليه، وتفعيل الجمعيات الاهليه دي شيء غايه في الاهميه، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر شخص واكثر قياده يعني في كل العصور اللي احنا شفناها واشتغلنا فيها داعم من المجتمع الاهلي. عندنا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي استطاع في خلال 10 اشهر من مارس 2022 يناير 2023 ان هو يساعد الاسر الاكثر احتياجا ب حوالي 14 مليار جنيه في صوره سواء انشطه علاجيه، انشطه تنمويه، مساعدات نقديه 149,000 مشروع، زراعه 150,000 فدان قمح وفول صويا. فكل ده العمل الاهلي، فاحنا عايزين نزيد كل المعوقات اللي بتعوق الاهلي عشان ينطلق العمل الاهلي بالامل
في مصر في كثير من القضايا، مش قضية واحدة، كل القضايا ممكن عامل أهلي يبقى ليه دور، ودور مهم جدا جدا جدا. طبعا مفيش خلاف، العامل الاهلي دوره في اي مجتمع فما بالنا يعني في العالم كله مهم جدا، فما بالنا داخل المجتمع المصري ويحتاج لهذا التضافر من بين الجمعيات الاهليه الحقيقه. اشكرك جدا جدا سياده النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني.